بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. سيداتي سادتي إخواني الأعزاء، أنقل لكم هذه اللقطات من داخل المسجد الأقصى المبارك في القدس. اليوم 12/8/2009. فهذه اللقطات أخذت لكم أو تؤخذ لكم وتصور بعد صلاة الظهر مباشرة وخروج المصلين الذين أدوا صلاة الظهر. ما شاء الله على هذه الركاب اللي حاملة هذه الأقواس. والآن أنتقل بكم إلى لقطة صغيرة من محراب المسجد الأقصى الذي حرقه أحد المستوطنين اليهود سنة 1968 وجدد أو تم تزويد هذا المسجد بهذا المحراب من الصنع السوري وصورة مشابهة ومطابقة للمحراب الأول الذي حرقه اليهود. فالآن أنا بتقدم إلى جهة المحراب حتى أصوركم صورة مقربة من المحراب. أولا هاي ناحية القبلة، وهذا هو محراب صلاح الدين الأيوبي نسخة طبق الأصل. الله أكبر على من طغى وتجبر. هذا دعاء للملك الحسين ابن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية. إذن كان تم إحراق هذا المسجد والمحراب في سنة 1969. هذا حسب ما هو محفور في الخشب على جوانب المحراب. لا إله إلا الله. لا أزال سيداتي سادتي أتنقل في
جوانب المسجد الأقصى المبارك في القدس العربية. اليوم هو الأربعاء 12/8/2009. هذه صورة مستعجلة أقوم بنقلها لكم. يا هلا ني الحمد لله. الحج هذا الحجات والآن في طريقي إلى الخارج، وعسى أن ألتقي مع سمير جودي. ما شاء الله الباب، ما شاء الله. يسلموا ليك. أها، أنا الآن خارج المسجد الأقصى وأصور لكم عظمة البناء. شايف والله؟ أشوف. عندك ساعة؟ لا ما فيش ساعة. نروح على الكبرى.